اسمي رحاب عيد، والدة الطفل يونس. يونس مريض كانسر، عنده ممدلة بلاستوما درجة رابعة. والله احنا بصراحه كنا دايخين جدا قبل المستشفى، الحمد لله اول ما جينا المستشفى من اول يوم اتقبلنا وعملنا العمليات اللازمه ومطلوبه، والحمد لله وشكر لله يونس بدانا في مرحله ان احنا الحمد لله يعني بدانا نتمثل بالشفاء على ايد المستشفى. بصراحه الناس هنا الله يعني الله يبارك لهم جميعا، من اول الدكاتره لحد عامل النظافه، احسن معامله واحسن اسلوب واحسن كلام. لو المستشفى قفلت احنا مالناش غير ربنا سبحانه وتعالى، وهنعمل ايه؟ هنضيع، لان احنا امكانيا ماديا ونفسيا ومعنويا وخصوصا ماديا مش هنقدر نتحمل مصاريف العلاج ده. مصاريف العلاج صعبة جدا، احنا عارفين ومتأكدين وواثقين، فهنقعد في البيت مش هنكمل علاج، هنكمل منين؟ انا اسمي ابتسام حمودة من الشرقية، معايا بنتي هنا، هي كانت مريضة كلى، يعني حصل تعب ليها في الكلى وقالوا هنشيلها. طبعا رحت بيها مستشفيات عندنا في المحافظة بتاعتنا، لقيت المعاملة بطيئة أو العلاج بطيء، فقالوا لي لازم تروحي بيها 57. جيت وقدمت ليها هنا على طول، صراحة هم هيجبلونا على طول كل حاجة، أماكن نبات فيها لو مش في المستشفى برا، لو علاج دايما متوفر. صراحة مش عارفين هنروح فين، يعني لما مستشفى طنطا قفل كلهم يجوا هنا. ما اقدرش، الوضع صعب بصراحة، يعني الوضع صعب، يعني ان احنا نقدر نكمل بنفس الشكل، احنا مش قادرين بالفلوس اللي دخلنا. بنحاول نفتح مشاريع، بنحاول نفتح حاجات تجيب فلوس، يعني نفتح جهاز زي المركز زي سايبر نايف الوحيد اللي موجود، ان هو الفلوس اللي هتيجي منه من المرضى الخارجيين المفروض تكفر مصاريف الولاد في المستشفى. بنحاول نعمل التحاليل للناس، خدمات خارجيه الناس تيجي تعملها. طبعا احنا مش قادرين. المشكله الرئيسيه في الصرف، انتي مش قادره تصرفي الغلو الحاجات وغلو الادويه والحاجات دي حاجه يعني صعبه فعلا. يعني احنا مثلا شغالين في معاناه، كل المشاريع اللي توفر اي حاجه بنشتغل فيها، يعني احنا من قديم الازل واحنا شغالين بافيشنسي من زمان، بس احنا يعني اي حاجه نقدر نوفر بيها حاجه احنا بنعملها، بس في الاخر يعني الوضع صعب جدا يعني. فهي محتاجه الناس كلها تتكاتف. اي حاجه بسيطه هتفيد، الجنيه هيفيد، اي حاجه بسيطه هتفيد، كل حاجه هتفيد. لو المستشفى قفلت هتني قاعد عشان اصحى.